وأحب أن يبلغكم أنه سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يعني وجهني بأن أوجه الدعوة لزيارة الأمير في مكتبه يوم الأحد أو الاثنين الأسبوع القادم إن شاء الله، وسأرتب مع زيد في هذا الأمر، وبإذن الله ستوجه الهيئة له كل مساعدة ويحتاجها في هذا الأمر ليواصل إن شاء الله نجاحه. هذا الشيء غير مستغرب من سمو الأمير في رئاسة هيئة الرياضة العامة، وإن شاء الله هذا خبر مفرح لك يا زيد. الحمد لله، شكراً، أشكرهم صراحة، وأشكر الأمير وأشكر الدكتور رجلة، والله يعطيكم ألف عافية على الخبر الجميل صراحة. تعرف تقول شيء للدكتور؟ والله أشكر الدكتور ومن ذوقه يعني عاجز عن التعبير. ها في اليومين القادمين سيتم إن شاء الله هذا الأمر، ونرحب بالأخ زيد في الهيئة العامة للرياضة.